أيمن عبد المجيد بما تدين حادث اغتيال شيرين أبو عقل. في أرض كنعان يقف التاريخ ممشوق القوام، يهتف في زائريها أن تحسسوا الخطى، عسى أن تطع أقدامكم موضع قدم نبي أو شهيد ضحى في الصراع الأبدي. في أرض كنعان رسل للحقيقة، صحفيون يحاربون من أجل إعلاء الكلمة وكشف الجرائم الصهيونية، من بينهم الشهيدة شيرين أبو عقلة، شهيدة فلسطينية عربية نجحت في أنها تنتصر على الاحتلال حية بفتح جرائم هذا الاحتلال الغاصب بتغطيات مهنية ميدانية، وعندما حاولوا الخلاص منها برصاصة غدر فضحتهم أمام العالم شهيدة وهي ترتقي إلى السماء، حتى وهي جسدها في طريقه إلى موارات الثرى قدمت بيانا عمليا للدموية والهمجية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني. فالشهيدة شيرين أبو عقلة نجحت حية روحا وجسدا، ونجحت عند صعود روحها إلى السماء طاهرة، ونجحت وهي تذهب بجسدها إلى الثرى في فتح الاحتلال. يبقى دماؤها الزكية التي سالت في مخيم جنين ستلاحق قاتليها وستنتصر. ويكفي ما سمعناها اليوم من توحد، وما شاهدناه من توحد في الرأي في العالم كل العمل الوطن العربي، وأن الإعلام سلطت الضوء على القضية الفلسطينية بقوة وعلى جرائم الاحتلال الصهيوني، وهناك إجراءات ستتخذ بشكل دائم لملاحقة هذا المحتل إن شاء الله. يبقى أن الإجراءات دي تنفذ من الجميع ولا تكون موجات الغضب موجات لحظية، كما انتصرت بالمهنية يجب أن ينتصر الصحفيون بالمهنية أيضا. فالرصاصات أو أثبتت أن الحروف أقوى من الكلاشينكوف، وأن عدسات الكاميرات أقوى أثرا على الاحتلال من يعني البنادق القناصة والدانات وقذائف الدبابات. كل التحية لروح الشهيدة، فالشهداء لا يموتون ولكن يرتقون أحياء عند ربهم يرزقون بإذن الله. شكرا حضرتك. شكرا جدا. أستاذ خالد بما تدين حادث اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة؟ يعني أنا أعتقد أن الراحلة شيرين أبو عقلة، الشهيدة شيرين أبو عقلة، يعني طوال حياتها وعلى مدى حوالي 30 سنة كانت بالنسبة لنا كلنا صوت فلسطين. يعني احنا عرفنا فلسطين وتفاصيل الممارسات العنصرية وفضائع الاحتلال من خلال الراحلة شيرين أبو عقلة، واعتقد ان هو باغتيالها بالطريقة اللي تمت على يد قوات الجيش الاحتلال الإسرائيلي هي وصلت خدمة القضية الفلسطينية حتى بعد ما فقدت حياتها الغالية، وده لان حجم التعاطف الدولي اللي تم معاها والتعاطف العربي والتعاطف في كل العالم اللي تم مع شيرين برضو يعني تذكرة لا يمكن نسيانها للعالم كله عن فظائع الاحتلال الإسرائيلي، وان زي ان لا يوجد اي يعني اي اهتمام من اي نوع بالروح الإنسانية وحتى بالمهمة الصحفية. يعني حتى في الدول الغربية المعروفة بانحياز الإسرائيل، فكرة ان دي صحفية بتؤدي مهمتها ولبس اللبس الكامل اللي بيؤكد انها صحفية، الواقي من الرصاص والخوذة ثم تأتي الرصاصة في الرأس مباشرة، فدي عملية اغتيال. ويعني هو ده اللي العالم كله أدركه، وزاد إدراكه ده بعد العنف البشع اللي تعرضت له جنازة الراحلة شيرين أبو عقلة، لأن ده كان فضيحة تانية. لأن حتى الموت بالنسبة للجيش الاحتلال الإسرائيلي ما عندوش أي حرمة في الظرف اللي احنا عانينا منه. لأي مدى حضرتك شايف الحادثة دي استهداف للصحفيين في الوطن العربي فلسطين تحديدا؟ لا، هو بكل تأكيد استهداف لمهنة الصحافة، لأنه يعني لما يكون الصحفي بيأدي المهمة بتاعته وأثناء أداء هذه المهمة يتلقى رصاصة بكل هذا الاستهتار، فده أكيد يعني اغتيال لنا جميعا كصحفيين. بس هو يعني طبعا احنا مش لازم ننسى ان في فلسطين دايما الصحفيين بيتعرضوا للخطر، وانا كنت لسه قاعد أقرأ بتقرير ان هو يعني من سنة تقريبا 2018 لغاية دلوقتي في حوالي 140 صحفي أصيبوا بطلقات حية وبطلقات مطاطية،
فممارسة العمل الصحفي في فلسطين المحتلة يعني كل فلسطيني هناك هو مشروع شهيد، وإن كانت بالطبع يعني شيرين أبو عقلة يعني من كل البشر متساويين وكل الصحفيين متساويين، بس شيرين والدور اللي لعبته شيرين وازاي هي تغلغلت في كل بيت عربي بيزيد من فداحة المصيبة اللي احنا تعرضنا لها برحيل الشهيدة شيرين أبو عقلة. شكرا لحضرتك. ربنا. بما تدين حادث اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة؟ حادث اغتيال الشهيدة شيرين أبو عقلة يوم حزين على الصحافة العربية والصحافة العالمية كلها، لأنه الحقيقة إحنا بنعتبره بملابسات وحادث اغتيال مقصود. زميلة شيرين أبو عقلة ما كانتش في منطقة فيها اشتباكات، كانت بعيد عن أي نيران، بتتخذ كل الإجراءات اللي بتنص عليها بروتوكولات السلامة والحماية اللي بيقرها الاتحاد الدولي للصحفيين، ومع ذلك تم قنصها برصاصة ما بين الخوذة وما بين الدرع الواقي اللي كانت لابساه، فمعناه ان القناص هو اللي ضربها، مفيش حاجة تيجي كده بالصدفة، يعني تم استهدافها في مقتل. ده بيؤكد انه اللي بيحصل في فلسطين من ملاحقة للصحفيين بواسطة السلطات الإسرائيلية وسلطات الاحتلال ده استهداف للمهنة نفسها، لأن المقصود هو إسكات الحقيقة. لكن هذا الحادث أعتقد أنه سيكون يعني نقطة مفصلية، لأنه لابد من إجراءات عملية في المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة قتلة شيرين أبو عقلة، وإحنا سنساهم في نقابة الصحفيين ده بدعم تقني عن طريق مكاتب المحاماة الدولية وعن طريق الدعم المادي كمان. دور الصحفيين في الوطن العربي كله يا فندم المفروض يبقى عامل ازاي؟ الحقيقة أنا بأدعو اتحاد الصحفيين العرب إلى أنه يطرد كل من يثبت قيامه بأنشطة تطبيعية مع الكيان الصهيوني، لأنه آن لحمرة الخجل أن تستدعى إلى جانب وخز الضمير، إن لم يكن هناك وخز الضمير فعلى الأقل حمرة الخجل بما يجري. لا يعقل أن يستهدف صحفيون في فلسطين بهذه الطريقة، وأن يكون هناك من يجلس ويفتح ذراعيه ويبتسم ويضحك بالأحضان لصهاينة وإسرائيليين.